لعوستني يا سعيد، أنا مو فاهم كيف الواحد يأذي روحه وأهله ويدخن. كل عام التدخين يتسبب في وفاة 6 ملايين شخص، وهناك 4000 مادة كيميائية موجودة في هالجقارة. ها؟ هي نعم 4000، منها أكثر من 50 مادة ثبت أنها مسرطنة، علماً بأن 90% من حالات سرطان الرئة سببها التدخين. أنا بتكلم اليوم عن 3 مواد. أول مادة النيكوتين، وهي مادة منبهة للدماغ وتسبب الإدمان. النيكوتين سم، ممكن استخدامه لإبادة الحشرات، وكل جقارة حوالي 2 ملغرام من النيكوتين، وجرعة 60 ملغرام كافية لقتل الإنسان. وثاني مادة، مادة القطران، ويتراكم في الرئة ويسبب تآكل الأسنان واللثة وحتى فقدان حاسة الذوق. وثالث مادة، مادة أول أكسيد الكربون، وهو يؤثر على قدرة الدم على حمل الأكسجين. المصيبة في المرأة الحاملة المدخنة، لأنها تسبب في نقص كمية الأكسجين اللي يصل لجنينها، مما يؤدي إلى نتائج سلبية فاتحة في نمو الطفل. وإذا كل هالمشاكل من هالثلاث مواد، شو عن البقية؟ ما في حل إلا التوقف عن التدخين. وعساكم دوم بصحة وسعادة.